تعالى بقى نبتدي كده بالترتيب، تعالى نتكلم محليا وصولا الى مشوار العشره. كيف رايت المجموعه الاخيره من مباريات النادي الاهلي، سواء مثلا السموحه، مقاولين العرب، انتهاء طبعا بمباراه مصر المقاصه؟ بص حضرتك، النادي الاهلي معودنا او احنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا لازم كل مباراة او كل بطولة نخشها لازم نكسبها، ده طبيعي جدا في النادي الاهلي، احنا متعودين على كده، وده الحال اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون على طول تحت ضغط من الجماهير وادارة وبطولات، لازم كل حاجة لازم ناخدها بمحمل ان احنا لازم نكسب كل مباراة او كل بطولة لازم نخشها، وده حال النادي الاهلي وده طبيعي جدا، واللي بيلعب في النادي الاهلي متعود على كده وعارف الاسلوب بتاع النادي الاهلي ايه اللي بيحصل فيه. فانا شايف ان النادي الاهلي في الخمس ست ماتشات اللي اتلعبت في الدوري العام خدها بطريقه بشكل كويس جدا، كل ماتشات كسبها، وده بينعكس على طريقه اللعب اللي هو بيبص على طريقه المباراه النهائيه بتاع كايزر شيفز اللي هيتلعب يوم السبت الجاي ان شاء الله، وده مهم جدا ان هي بروفات مهمه جدا بالذات ماتش المقاولين والماتش بتاع المقاصه، لان اعتقد ان كايزر شيفز بيلعب زي طريقه المقاولين العرب، وده مهم جدا ان الجهاز الفني يقف على الطريقه اللي ممكن يقابل بيها الفرقه اللي هيلعبها دي، لان هي مباراه واحده مفيش غيرها، لان طبعا لازم تنتهي في الوقت بتاعها طبعا، يعني مفيش مباراه ثانيه زي السنه اللي فاتت او كده. فالنادي الاهلي مركز في الحته دي، وانا كنت مبسوط جدا ان ماتش المقاولين اتلعب كبروفا نهائيه للمباراه النهائيه لافريقيا ان شاء الله، وتبقى العاشره ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتبسط كلنا ان شاء الله، لان اعتقد ان انا شفت فرقه كايزر تشيفز ديت بتلعب زي طريقه المقاولين العرب بالظبط، يعني مشابهه شويه جدا. فانا شايف ان دي بروفا كويسه جدا، ومباراه امبارح كانت مباراه كويسه جدا بتاعت المقاصه، النادي الاهلي لعب فيها عمل مباراه هايله جدا، احنا كنا بنتفرج، انا كنت بتفرج في النادي الاهلي امبارح بالليل، كان جماهير كتير جدا قاعده ومستنيه المباراه، فانا شايف ان الماتشين دول بالذات كانوا بروفا كويسه للمباراه النهائيه ان شاء الله، يعني ان شاء الله.